18 شارعاً فرعياً يدخلها فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في منطقة دوانم الشعلة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. أعمال التأهيل شملت الرصف بالمقرنص والسواق المطرية وأعمال بناء تحتية أخرى كمرحلة أولى. الجزء الأول من هذه المنطقة شارفت على الانتهاء، إن شاء الله يتم تسليمها يوم 30/9 تاريخ 30/9 إلى بلدية الشعلة. الأعمال تتضمن تبليط الأساس بالأسفلت بحدود 50,000 متر مربع، تبليط الشوارع بالمقرنص، أعمال الماء والمجاري أيضا تم إكمالها، أعمال الكهرباء أيضا تم نصب أكثر من 12 محولة في هذه المنطقة، إضافة إلى أعمدة جديدة وتسليك بالضغط العالي والضغط الواطي. المرحلة الثانية في منطقة دوانم الشعلة يعتزم فريق الجهد الخدمي والهندسي إكمال شبكات الصرف الصحي فيها، إضافة إلى محطات رفع المياه الثقيلة وربطها بالرئيسة من قبل بلدية الشعلة. تنفيذ خطوط مجاري فرعية ورئيسية ضمن منطقة الدوانم، بالإضافة لذلك هنالك مشروع لتنفيذ بنى تحتية متكاملة تقوم به دائرة مجاري بغداد، تمت المباشرة يوم أمس. العمل يتضمن تنفيذ محطات رئيسية يصل أعماقها من حدود 11 إلى 13 متر، والخطوط الداخلة لها بحدود 9 مترات. الخدمات المقدمة في أغلب أحياء مناطق دوانم الشعلة الزراعية يتم العمل بها بطريقة التنفيذ المباشر بهدف توسعة رقعة الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة وإنجاز المهام بالمدد المحددة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.